نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سمعت حديث من أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، ما صحة الحديث؟ هذا الحديث والله لا يقبل صحته، لكنه لا شك أن من أحيا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميت أن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.